من فترة عملت فيديو عن ازاي تصور بالتليفون او ازاي تطلع اعلى امكانيات من التليفون في التصوير، والناس وهي بتتفرج جدا عليها حست ان المنتج اللي انا بقدمه احسن بكتير جدا والكواليتي بتاعت الفيديوهات احسن. فكان في ناس بتسألني انت ازاي بتصور بالكواليتي دي وازاي اتطورت بالكواليتي دي، يعني بص الفرق ما بين الفيديو ده والفيديو ده. اكيد طبعا في فرق كبير جدا، وكان في فترة صغيرة جدا، يعني مش مثلا في سنة او سنتين، لا ده هو مثلا في اسبوع اسبوعين بدأت اطور لحد ما وصلت للكواليتي اللي انا راضي بيها جدا دي. ففي ناس كتير جدا سألتني ايه اللي حصل في الفترة دي، او اتعلمت ايه، او ايه الكورس اللي انت خدته خلاك تبقى كده. فالنهاردة اقول لكم تجربتي او الاكسبيرينس اللي انا خدتها في حوار التصوير كصور او كتصوير فيديوهات، وازاي تطلع اعلى امكانيات من الحاجة اللي معاك اذا كانت كاميرا او اذا كانت التليفون. فيلا بينا. يا شباب عاملين ايه؟ يا رب كروب خير. لو عمر تشوفني انا كريم عفا بجد مختلف السر متفشل سبيكر ادخل كده خد لك لفه، وعندي قناه تانية للجيمنج هتعجبك جدا جدا. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. معلش بس قبل ما ابدا اي حاجه، انا عارف ان انا ما نزلتش فيديو يوم الاربعاء اللي فات، بس يعني هو خبر مؤسف شويه ان انا هنزل فيديو واحد بس في الاسبوع. انا عارف ان انا كنت معودكم ان انا انزل فيديوهين، بس يعني حسيت الفتره اللي فاتت دي ان الحمل تقيل عليا قوي ان انا اصور اربع فيديوهات ومنتج اربع فيديوهات في الاسبوع. غير كده كمان الحلقه بتاعت ماستر ليج اللي هي بتاعت يوم الجمعة لو ما تشوفهاش هتعجبك جدا جدا، في هناك دمار بيحصل فلازم تروح تشوفها. تصوير الحلقة اصلا دي بتبقى مثلا 3 ساعات او 4 ساعات، وانا بخليها في الاخر 20 دقيقة، فالموضوع بيبقى صعب جدا جدا عليا. فبتقعد مثلا بالثلاث اربع ايام بمنتج فيها، غير اصلا ان انا بيبقى عندي 3 فيديوهات تاني بمنتجه عشان بس الحمل ما يبقاش تقيل عليا قوي. انا بعمل اليوتيوب ده كحاجة انا بحبها، فمش عايز يبقى الموضوع ضاغط عليا اكتر. فانا هنزل فيديو كل يوم حد بس في القناة دي، ولو عايز تشوفني بقى في قناة الجيمنج بنزل فيديو كل يوم ثلاث وكل يوم جمعة، هيعجبك جدا جدا. لازم تروح تعمل سبسكرايب هنا. فانا اسف ان انا هقلل الحلقات بتاعتي هتبقى يوم الاحد بس. فيلا بقى ندخل على طول في موضوع الحلقه. بص يا زميل، حوار تصوير الفيديوهات او تصوير الصور مفيش حاجه اسمها انا ما عنديش امكانيات او ما عنديش تليفون كويس صور بيه. انت حرفيا ممكن تعمل اي حاجه باي حاجه معاك، ممكن تطلع كواليتي جامده جدا جدا بالحاجه اللي معاك. اذا كان تليفون بقى ب 1000 جنيه، تليفون ب 10000 جنيه، تليفون ب 20000 جنيه، معاك كاميرا هتطلع احلى حاجه منها. طبعا يعني مش بقارن التليفون ب 1000 جنيه بالكاميرا دي اس ال ار، لا انا بقول لك انت هتطلع اعلى جوده من التليفون، انت هتجيب اخر التليفون خالص بالحاجات اللي هقولها لك النهارده دي. لكن مش معنى كده ان انت ما تبداش في الحاجه اللي انت عايزها لغرض بس انك عايز تجيب تليفون اعلى او تجيب كاميرا احدث، لا بالحاجه اللي معاك ابدا على طول والبس في الحيطه على طول. مش بقول لك انت لازم بقى تظبط نفسك وتجيبه وتعمل، لا انا يوم ما كان معايا لينوفو ايه 5000، التليفون ده كان ب 1200 جنيه، رحت حاطط التليفون قدامي ورحت مصور وبالكواليتي اللي طلع ظبطت اللي عرفت اظبطه ورحت منزله كده. ده اللي خلاني يبقى عندي اكسبيرينس. لما جيت جبت تليفون جديد انا خلاص انا اصلا مجرب الحوار ده وخلاص اتعودت، بس ايه هيبقى الكواليتي احسن شويه بس. لكن باللي معاك ابدا دلوقتي. احنا هنقسم الفيديو ده لنصين، نص ازاي تبقى بروفيشنال في تصوير الفيديوهات، ونص ازاي تبقى بروفيشنال في تصوير الصور. وفي حاجات هتلاقي اصلا موجوده في الفيديوهات والصور الاثنين لاين واحد. فيلا بينا نبدا على طول. لو انت مهتم بالفيديوهات وعايز تصور فيديو احترافي، فانت اول حاجه لازم تهتم بيها الكواليتي، وتفهم اصلا ايه الفرق ما بينهم. يعني ايه الفرق ما بين ال4K وال2K، الفرق ما بين ال4K وال1080، طب ايه الفرق اصلا ما بين 1080 30 فريم و1080 60 فريم، ايه الفرق ما بينهم مع انهم الاثنين واحد. لو عايز نعمل حلقه بس مخصصه اني اقول الفرق ما بين الكواليتيات دي كلها، قول لي تحت في الكومنت وانا ان شاء الله هحضر الحلقه دي وهعملها. تاني حاجه وهي اهم حاجه اصلا في الفيديو ده كله، الاضاءه. اتكلمت عليها كتير جدا 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 في الفيديوهات وفي الصور. يعني ثواني بس هقول لكم دلوقتي الفرق ومن غير ما اشرح اي حاجه. انت دلوقتي شايفني كل حاجه تمام، بس انا اول ما اعمل كده انت حرفيا مش شايفني او شايف حاجات غريبه اصلا، وانا مش باين في الصوره وكل حاجه. بس لما اجي ارجع تاني واعمل كده، فانا بتكلم ده بقى اهم حاجه في الفيديو. مش لازم رينج لايت، مش بقول لك انت تنزل تدفع فلوسك في رينج لايت. ضوء الشمس يا باشا موجود، اللمبه بتاعت بيتك موجود، اللمبه بتاعت اوضتك، هتجيب لمبه مخصصه، هتعمل اي حاجه، بس الاضاءه اهم حاجه تكون كويسه في الصوره او كويسه في الفيديوهات. انا تقريبا قلت لكم الفرق واضح جدا جدا، مش لازم اشرح اصلا. ثالث حاجه وهي مهمه جدا جدا، المكان اللي انت بتصور فيه الفيديو او الصور. وزي ما قلت كده في الفيديو بتاع الصور ان ازاي تصور صور حلوه جدا بكاميرا التليفون، كنت قايل انت المفروض تختار المنطقه المناسبه اللي تصور بيها. لازم تكون عكس الشمس، يعني الشمس قدامك مش الشمس وراك عشان الهايلايت ما يضربش والحاجات دي. تاني حاجه المكان ذات نفسه، يعني انا قعدت كتير جدا جدا وخدت شوت كبير جدا جدا عشان الاقي الزاويه الحلوه اللي انا اصور بيها دي، مع ان الاوضه بتاعتي مش كبيره على فكره خالص، الاوضه بتاعتي صغيره. قعدت اجرب فيديو 2 و3 و10 و20 لحد ما لقيت الزاويه اللي ترضيني دي، اللي هي تبقى مريحاني في المونتاج وفي نفس الوقت مديها الايفكت اللي انا عايزه. رابع حاجه بقى، لو احنا هنتكلم على فيديوهات فانت لازم تهتم بالمونتاج، لازم تهتم بالمونتاج وانت بتمنتج، ويبقى المونتاج بتاعك بروفيشنال مش اي حاجه وخلاص. مش فكره ان انت مثلا سامع القطعه
يعني بتبقى في جيل قطعات زمان كنت بعملها غلط، ان انت بتبقى سامع صوت القطعه اصلا وانا بقطع، او تحس ان الفيديو مش بروفيشنال في المونتاج، مش بروفيشنال في الصور، لا مش بروفيشنال في المونتاج، تفرق. ودلوقتي يا باشا كل حاجه بقت اونلاين وببلاش، انت ممكن تدخل على يوتيوب تعليم ادوب بريمير اي حاجه هيجيب لك يا باشا 13 12 حلقه يا باشا، وفي ناس كمان عامله كمان بالحلقه واحده بس تتعلم مونتاج كله. فالموضوع سهل جدا، بس انت دور بس عليه وتعلمه. ولو عايزني انزل لك مثلا فيديو شورت كاتس مثلا تسهل لك المونتاج وانت بتمنتجه، ممكن اعمل الفيديو ده حلو جدا، ما عنديش مشكله. ده بقى في الفيديوهات. لو في الصور فانت لازم تتعلم الفوتوشوب او اللايت روم، وانا قلت في الفيديو اللي فات بتاع الصور ازاي تصور صور كويسه جدا، قلت كل حاجه عن اللايت روم، روح شوفه هيعجبك جدا جدا، هتلاقي الاي بتاعته هنا. خامس واخر حاجه في تصوير الفيديوهات هي الكالر جريدنج، الالوان، لازم تشبع الالوان ولازم تظبط الالوان. لو عايزني برده اقول برده فيديو ازاي تظبط الالوان في الفيديو عادي، ما عنديش اي مشكله. فبس انا بقول لكم بس دلوقتي لاينات بس، ولو انتوا عايزين الافكار دي اعملها كفيديو واطبقها ما عنديش مشكله، ويلا بينا ندوس في الحوار ده. نيجي بقى للتصوير الصور، وفي حاجه اسمها اساسيات الصوره. يعني اول حاجه من اساسيات الصوره ان بيبقى في شبكه كده موجوده، فهي لازم تكون موجود في حته معينه، يعني لازم تكون الصوره انا في النص الشبكه، مش متطرف مثلا على جنب كده او مش متطرف مثلا على جنب كده. كل ده بتفرق في خوارزميات الصوره وابعاد الصوره، انت لازم تكون في نص الصوره بالظبط، مش جاي على اليمين او مش جاي على الشمال، لازم تكون في النص. ولو انت بتصور بني ادم او بتصور انسان لازم يكون مهتم بشكله، لبسه، طريقته في التصوير، وكل ده برده اتكلمنا عليه في الفيديو بتاعي ازاي تصور صور حلوه. لو بتصور بقى جماد او بتصور مثلا ترابيزه شجره الكلام ده، فهي حاجتين بس، لازم تهتم بالالوان ولازم تهتم بالفكره، لازم يكون عندك فكره مختلفه في دماغك عشان تصورها. يعني انت مش حكايه انت تصور شجره وخلاص، لا انت بتشوف الزاويه المناسبه اللي تصور فيها الشجره دي، والفكره اللي في دماغك ازاي تطبقها. بس كده، ده كان ازاي تبقى بروفيشنال في تصوير الفيديوهات وبروفيشنال في تصوير الصور. لو عجبك الحلقه ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو عايز اجزاء ثانيه ممكن برده نعمل برده اجزاء ثانيه، ما عنديش اي مشكله، بحب اصل الحوار ده جدا. ما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجي لك اي ابديت في حياتي. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.